صافي عاريين خسروا، ولكن راه هادشي اللي شفناه راه ما عندها ما تجوزها، راه حشومه عليكم، ولكن لا اله الا الله محمد رسول الله. متابعي وضح مرحبا بكم، ستعيشون معنا كل ما وقع قبل اثناء وبعد مباراه المغرب وجنوب افريقيا في ثم النهائي كاس افريقيا، تابعوا معنا. ان شاء الله نخرجوا 2-0 ونديو لاكوب بالكوت ديفوار. مربوحه ان شاء الله 2-0. غربة أخرى بالشبكة إن شاء الله دوزيام ميطا نحسوا بأنه يجيب نتيجة إيجابية إن شاء الله. كاش خاصهم يضيعوا كيضيعوا، راه شي اللي كيبقى فيك الحال، راه كندموا على شي من بعد، كندموا عليه، فيقوا شي شويه ديروا النفس، ديروا النفس شي شويه، راه السبورتير راه كيتحرق. صافي عاريين خسروا، ولكن راه هادشي اللي شفناه راه ما عندها ما تجوزها، راه حشومه عليكم، على الاقل قدموا لنا اداء، شرفوا هاد الجمهور. اللاعبين ما كانوش اليوم في النهار ديالهم، ولكن غنبقاو ديما مغاربه وغنبقاو نسيبورتو ديما المغرب، وفي 2025 غادي نديوها في بلادنا ان شاء الله. هكذا انتهت موقعة سان بيدرو بخروج آخر المنتخبات العربية المنتخب المغربي أمام جنوب إفريقيا، إلى أن نلقاكم في مواعيد أخرى، ابقوا أوفياء لوضع.